مساء الخير، هل تخطط تركيا لاحتلال شمال سوريا؟ الأتراك بيقولوا طبعا لا، لكن كل المؤشرات على الأرض بتؤكد أن تركيا تخطط لاحتلال شمال سوريا على المدى البعيد، ولكن تحت اسم لطيف وهو المنطقة الآمنة التي يثور عنها الحديث بكثافة هذه الأيام. يقصد إيه الأتراك بالمنطقة الآمنة اللي اتكلمنا عنها قبل كده؟ يقصدوا أنه تكون المنطقة ابتداء من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية بطول 480 كيلو متر وبعمق 32 كيلو متر في الأراضي السورية، منطقة محرمة على الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين وكذلك الميليشيات الكردية المسلحة. وفي هذه المنطقة الآمنة لتركيا تكون أيضا آمنة للاجئين السوريين اللي استوطنوا في أو اللي لجأوا إلى تركيا، يعادوا مرة أخرى إلى هذه المنطقة في عشرات القرى والمدن التي سوف يقيمها شركات المقاولات التركية بتمويل أوروبي. طيب، إيه الأهداف المعلنة من جانب تركيا لهذه المنطقة؟ الهدف الأولاني واضح جدا، وهو أن تركيا من زمان بتقول أنا أستشعر الخطر من وجود ميليشيات كردية تحمل السلاح على حدودي، وهذه القوات الكردية اللي اسمها YPG أو وحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، اللي هي كانت رأس الحرب في هزيمة داعش في السنوات الأخيرة، وهي حليف مقرب جدا من الولايات المتحدة. هذا هو الاعتبار الأول، فهي عاوزة تزيحه من كامل المنطقة الآمنة على الأقل في حدود 32 كيلو على طول الحدود حتى الحدود العراقية. خلي بالكم الأتراك بيتكلموا طول الوقت على المنطقة شرق نهر الفرات. طب ليه ما بيتكلموش على غرب نهر الفرات؟ لأن غرب نهر الفرات بالفعل المنطقة الحدودية غرب نهر الفرات بين البلدين هي واقعة تحت النفوذ التركي نتيجة العمليتين العسكريتين السابقتين، سواء كانت درع الفرات أو غصن الزيتون من 2016 ل 2018، وأصبحت مشكلتها الآن في شرق نهر الفرات اللي بتسعى لبسط نفوذها عليه من خلال عملية ثالثة تمهيدا لإقامة منطقة آمنة بطول الحدود. طيب، إيه الهدف الثاني؟ الهدف الثاني اللي سأله لحضراتكم، لما تقام المنطقة الآمنة دي ويتم إزاحة الكرد وتبدأ إقامة عشرات القرى والمدن هناك يعني من جانب الشركات التركية، الأمر طبعا اللي هيؤدي لإنعاش الاقتصاد التركي أيضا بأموال الاتحاد الأوروبي، يبقى فيه تصورين. التصور الأولاني منطقة بتمتد عمقا 32 كيلو متر زي ما واضح كده في الخريطة، ودي يمكن أن تستقبل من 1 ل2 مليون لاجئ موجودين داخل الأراضي التركية. إذا نجحت الفكرة واقتنع الاتحاد الأوروبي ومول أكثر، يمكن أن تمتد هذه المنطقة بعمق أكبر بكثير وتمتد جنوبا حتى دير الزور والرقة، وعلشان تستوعب مليون لاجئ آخر معظمهم استقر في دول الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي طبعا لا يرغب في الاحتفاظ بهم. ده التصور اللي موجود. لا يوجد أحد يعني من اللاعبين الرئيسيين أو أي دولة في العالم وافقت تركيا على هذا التصور. لما بقول لا يوجد أحد يعني كل الفاعلين الرئيسيين، الروس، الإيرانيين، الدول العربية، دول الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا طبعا الحكومة السورية، كلهم بيعرضوا هذا التصور التركي. وحتى الأمريكان اللي هو دايما موقفهم مضطرب في الفترات الأخيرة أحجموا رغم وعودهم لأنقرة بالمشاركة في هذه يعني إقامة المنطقة الآمنة، ورفضوا المشاركة فيها رغم وعودهم المتكررة للرئيس التركي، الأمر اللي اضطروا أنه يعلن أنه هيفرض المنطقة الآمنة بالقوة، بقوة السلاح يعني، وأنه هيدخل المناطق السورية بالقوة. طيب، ليه الدول العالم بتعارض؟ لأنه عندهم تصور أنه مشاكل تركيا المعلنة يمكن علاجها بدون منطقة آمنة.
مثلا الرئيس الروسي بيذكر الرئيس التركي باتفاقية أضنة، بيقول لي يمكن الاتفاقية دي تحل مشاكلك. انت مشكلتك الرئيسية ايه؟ مشكلتك الرئيسية مش بس توطين اللاجئين، اللاجئين دول جايين من مدن مختلفة في سوريا يمكن ان يعودوا اليها، خصوصا بان النزاع في سوريا بدأ يهدأ مش بيشتعل، وبالتالي كل واحد هيرجع الى مدينته، او هتبقى المشاكل عودة بعض اللاجئين مشكلة لا تستحق، يعني صعوبة عودة بعض اللاجئين لا تستحق إقامة منطقة ضخمة بهذا الحجم. مشكلتك الرئيسية هي في وحدات حماية الشعب، فأنت عندك اتفاقية أضنة يمكن أن تضمن لك أمن بلادك. وما هي اتفاقية أضنة؟ طبعا أضنة دي مدينة في تركيا وقع فيها هذا الاتفاق في يوليو سنة 1998، وفعل بعد ذلك بثلاثة أشهر من نفس العام. الاتفاق ده كان وقع أو توصل إليه البلدين سوريا وتركيا بوساطة مصرية إيرانية عقب غضب تركي من تبني النظام السوري وقتها حافظ الأسد لحزب العمال الكردستاني اللي بيقوم بعمليات عسكرية على الحدود مع تركيا وعنده ميول انفصالية، وبالتالي الأتراك هددوا بشن عملية عسكرية على سوريا لإزاحة حزب العمال الكردستاني وقواته اللي لسه هي بتقول إن الواي بي جي جزء منه. طيب نتيجة هذا الموقف المتأزم توصل الطرفان بوساطة مصرية إيرانية لاتفاق أضنة سنة 98، وبموجب هذا الاتفاق اللي تعهدت سوريا فيه بمراعاة المخاوف التركية يمكن لتركيا في حال عدم تنفيذ سوريا التزاماتها كما هو حادث الآن بسبب ظروف الحرب إنها تتوغل بعمق 5 كيلو في الحدود السورية لفرض الأمن على حدودها. فالرئيس الروسي بيقول لهم أنتم ممكن تلجأوا لاتفاقية أضنة، لكن الرئيس التركي غير مقتنع أن الاتفاق لوحده يكفي، وإنه اتفاق أضنة 5 كيلو لا يكفي، أنا عاوز أدخل بعمق أكبر قد يصل إلى 50 كيلو متر بطول الحدود كلها. حتى الأمريكان اللي هم يعني أظهروا تعاطفا أو تفهما لمخاوف تركيا حليفهم ولا يريدين إغضابه برضو غير مقتنعين بالمنطقة الآمنة، ولسان حالهم أو هم بيقولونهم كده في المفاوضات إنه صحيح إن في بعض المخاوف من وجود قوات أنتوا لا تثقوا في نواياها، لكن عمليا على مدار السنوات الماضية تمت عمليات محدودة جدا لا تمثل خطرا يعني يدعو إلى إقامة هذا التغيير الجذري في التركيبة السكانية لسوريا. وقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اللي هو جوزيف فوتيل كتب مع أستاذة في جامعة جورج واشنطن مقال مهم جدا على موقع ناشونال انترست الأمريكي، عنوانه كده، عنوانه ومضمونه إنه هذه المنطقة الآمنة، وهو طبعا جنرال عنده خبرة كبيرة قوي في المنطقة، سوف تخلق مشاكل أكثر بكثير من الحلول التي يمكن أن تقدمها. والراجل اتكلم بالتفصيل واتكلم على انه المنطقة الامنة دي هتهجر حوالي 90% من السكان الكرد وتخلق مشكلة انسانية جديدة، فضلا عن انها سوف تقوي طبعا داعش، لانه يعني الخصم الرئيسي واللي بيحتفظ بعشرات الالوف من قوات داعش بعد هزيمتهم هي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات الشعب الكردي، الامر اللي هيقوي داعش وبالتالي يذكي الصراع على أكثر من جبهة، جبهة داعش بتحارب فيها الجميع، وحرب أخرى ما بين الحكومة السورية وتركيا، لأن الحكومة السورية ولها الحق في ذلك هتعتبر تركيا محتل. الأهم من كده إنه هذه المنطقة، وهكذا يرى الأمريكان وغير الأمريكان، يعني مناطق المنطقة الآمنة مش هتحقق للأمن لا للأتراك ولا للسوريين، مش هتحقق الأمن للأتراك لأنه في نهاية المطاف هم هيدخلوا في حرب مفتوحة مع الكرد هناك، والكرد مستقرين هناك من آلاف السنين، وبالتالي صعب جدا أن أنت يعني تشطب عليهم بجرة ألم، وهيبقى في صراع مفتوح، خصوصا وأن هؤلاء الكرد سوف يكون مدعومين من الحكومة السورية، وربما تتدخل أطراف أخرى إقليمية
ترغب في توريط تركيا في حرب طويلة المدى ردا على تدخل تركيا في صراعات تمس هذه الدول في يعني أقاليم أو مناطق أخرى. فده مش يحقق الأمن للأتراك، كمان مش يحقق الأمن للسوريين اللي هو بيخطط إن هو يعيدهم إلى المنطقة الآمنة، لأنه المناطق الآمنة تاريخيا سيئة السمعة. يعني المناطق الآمنة بحكم تعريفها منطقة بتقام مؤقتا في أماكن الصراع لحماية المدنيين العزل، لكن تاريخيا هي جربت في رواندا وفي جنوب السودان وفي العراق نفسه، وجربت في سوريا كمان، ما هي مناطق خفض التصعيد كانت يعني شكل من أشكال المناطق الآمنة. لكن من النادر أن منطقة آمنة نجحت في أن هي تحقق الأمن لمدنيين عزل في منطقة ملتهبة. والرئيس التركي نفسه دايما بيعير الهولنديين والدول الأوروبية بواقعة معينة تمت في سنة في يوليو 1995 لما فشلت الأمم المتحدة وفشلت قوات هولندية في أثناء حرب البوسنة والهرسك من حماية 8000 مسلم بوسني تم قتلهم رغم وجودهم في منطقة آمنة. ما اللي الرئيس التركي متمسك بالمنطقة الآمنة؟ الواضح جدا للمراقبين يعني من مختلف دول العالم أن الرجل عنده تصور آخر. هذا التصور الآخر عبارة عن أنه يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. الهدف الأولاني طبعا أنه يتخلص من اللاجئين الموجودين اللي أثقلوا الاقتصاد التركي وأصبحوا عبء عليه. والأتراك بيقولوا احنا أنفقنا 40 مليار دولار واقتصادنا الآن ليس جيدا، وبالتالي يعدهم إلى شمال سوريا، مش يعدهم إلى سوريا، يعدهم إلى شمال سوريا، بحيث أنه عدد كبير من هؤلاء السوريين هو بيحتفظ بعلاقات طيبة جدا مع الأتراك لاعتبارات كثيرة، وبعض من هؤلاء حاصل على الجنسية التركية، بالإضافة إلى أنه عنده جماعات مسلحة موجودة الآن في إدلب وتدين له بالولاء، وكان يتحدث باسمها في اتفاقات دولية أخرى أستانا وغيرها، ولا يمكن بقائها في إدلب إلى الأبد. يبقى وجود المنطقة الآمنة فرصة أن يعيد توطينهم هناك فيضمن أمنهم ويساعدوا في ضمان أمن هذه المنطقة ضد الكرد وغير الكرد. وطبعا انعاش للاقتصاد التركي عن طريق المشروع الضخم جدا في إقامة القرى والمدن بتمويل أوروبي. لما تيجي تتأمل كده الخطة التركية على المدى البعيد تجد انه في النهاية المنطقة الآمنة دي اللي هي الضخمة جدا هتبقى الحقيقة تتمة للواء اسكندرون القديم اللي استولت عليه تركيا من سوريا سنة 39. كانت منطقة سورية أخذتها تركيا، منطقة متنازع عليها في أضعف الأحوال يعني، وظلت سوريا تطالب بها من سنة 1939 حتى 1998، حتى التوقيع اتفاقية أذن اللي كلمت حضراتكم عليه. ووقتها كان من برود الاتفاقية أن سوريا لن تطالب مرة أخرى بلواء اسكندرون. يبقى تصبح المنطقة كلها من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية هي شكل، هي لواء اسكندرون جديد وظهير تركي داخل الأراضي السورية اللي بتقول عليها بعض الأتراك هي محافظاتنا الجنوبية يسعون لاستردادها، ولكن في صورة منطقة آمنة. أشكركم وإلى اللقاء.